وبهذه المناسبه القى سعاده وزير التربيه والتعليم كلمه عبر فيها عن اعتزازه بالجهود المتميزه التي بذلها منتسبو الميدان التعليمي من مديري ومديرات المدارس والمعلمين والاداريين وجميع منتسبي الادارات التعليميه المسنده في وزاره التربيه والتعليم وهو ما اسهم في نجاح العام الدراسي وتميز وتميز مخرجاته وارتفاع معدلات التحصيل العلمي بسم الله الرحمن الرحيم اود في البدايه أن أرفع إلى المقام السامي لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أسمى آيات الشكر والعرفان لما تلقاه المسيرة التعليمية من دعم ومساندة من جلالته حفظه الله فكان لذلك بالغ الأثر فيما وصلت إليه من تقدم ونجاح في المحافل المحلية والإقليمية والدولية كما أرفع إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كل معاني الامتنان والتقدير على متابعة سموه المستمرة والدائمة لجميع شؤون التعليم والتوجيه الدائم بالارتقاء به وبمخرجاته وتسخير كافة الإمكانيات لتطوير وإنجاز البرامج والمشاريع التعليمية الكفيلة بإحداث التطوير النوعي المطلوب فيه. أعزائنا الطلاب والطالبات من خريجي الثانويه العامه بمدارس مملكه البحرين كل التهنئه لكم على نجاحكم وللمتفوقين منكم كل التهنئه لكم على تفوقكم من دون شك لقد كان هذا العام استثنائيا بكل المقاييس فهو من جهه كان عاما دراسيا مليئا بالتحديات نظرا للكم المعرفي والعلمي غير المسبوق الذي كلفكم به معلموكم ومعلماتكم حرصا منهم وحرصا من وزاره التربيه والتعليم على ضمان تعويضكم وتسليحكم بالقدرات اللازمه والكافيه للانتقال الى المرحله المقبله وهو عام دراسي استثنائي لانه ياتي بعد عامين من الدراسه عبر نظام التعليم والتقييم عن بعد ونوصيكم بان لا تنسوا ما حييتم فضل معلميكم الذين اضاءوا لكم الشموع ليدلوكم على الطريق ومدارسكم التي احتضنتكم في طفولتكم وقدمت لكم الرعايه والعنايه والتربيه والتعليم. سوف تواصل وزاره التربيه والتعليم اداء رسالتها ومسؤولياتها التعليميه تجاه جميع الطلبه الذين ما زالوا يحظون برصيد للبقاء سنه او سنوات في كنف وظلال المدارس. فلكم جميعا نتمنى عطله صيفيه سعيده وممتعه ونراكم باذنه تعالى على خير. في العام الدراسي القادم